واقعة قبل بشي سيمانة واقعة في فيسبوك. هضرت مع الدري في عند كانت عندهم واحد الطوموبيل بغا يدير معاه مزيان بغا يوصلنا في الطوموبيل الكازا باش نمشيو نتفرجوا في الماتش. صافي دار معانا الوقيته فلان فلانيه والوقت صافي مشينا تلاقينا معاه مشينا داز داكشي اجواء عاديه غادي فرحانين باغيين نتفرجوا في الماتش صافي زينا في التيران دوزنا اجواء زوينين صافي سالينا الماتش واخا خسرنا ب3-0 واخا بقى فينا الحيره واخا خساره كانت شويه قاسيه ماشي مشكل فروت ولا خويا نكذب عليك ما قالت علي شي حاجه حليت عينيا في السبيطار ما قالت علي شي حاجه اخويا والله قالوا لي راه داروا اكسيد والدراري قال لي درنا اكسيد وقال لي راه ماتوا ماتش 4 الدراري وماتش 5 انا ما قالت علي شي حاجه صافي حليت عيني لقيت راسي لا دابا شويه الحمد لله مزيان اخويا لا كنت فتح حسن حسن كاع من الاول اما فاش حليت عيني في الاول في السبيطار كنت شويه الحاله شويه متدهوره كان عندي شويه ضيق في التنفس شويه كان عندي شويه شي حاله شويه متدهوره دابا شويه الحمد لله انا تصدمت الصراحه اخويا ما فهمتش والو والله ما فهمت اصلا الاكس انا ما عرفتش اصلا كاينه كاع اكسيد وكاع قالوا لي دابا قالوا لي فاش ساليت وقال لي درتو اكسيد وما عرفتش الدراري كاع راه ماتوا قالوا لي راه ماتوا شي 4 الدراري واقيلا ما تيقتش كاع ما فهمتش والو تصدمت تقول لي ماتوا 5 الدراري 4 ولا ماتش 5 والله ما عقلت ما تيقت بالنسبه للجمهور الجديد بغاهم كاملين يجيو ازرو فريق الدفاع ويقعدوا ديما مورا مساكن هادو اللي كانوا معانا راه كاملين مساكن غادي تابعين جديده كاملين واخا خاسرين رابحين ديما تابعين فهمتي فين ما مشاو في اي بلاصه تابعينهم جديد تابعينهم الجمهور ديالهم وفين ما مشاو كيلقاو موراهم واخا 10 سنين كيلقاو بنادم ضروري ديما انا الرساله اللي كنبغي نوجه لهم هما ما يتخلاوش على الفريق ديالهم ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله لقدام انا لقدام ان شاء الله. السلام عليكم بندا. اول حاجه فاش تلقيت الخبر انا كنت غادي في لاكوتش حدا ماكدو وواحد تقريبا ديك 9:30 بحال هكاك يعني قبل المشاهده ديال المقابله ديالي ديال الوداد البيضاوي مع الدفاع الحسن الجديدي اللي خسرت الدفاع الحسن الجديدي 3-0 ما علينا كانت انا خرجت وغادي داير تما كاين في حدا البحر واحد شويه كيبانوا ليا هادوك العودان الامن اللي كيكون تما كاين ديال الخياله غاليين كيجروا بزاف على الجاف واحد اللقطه كيبان ليا الناس بزاف كيتجمعوا حدا ماكدو غادي واحد اللقطه كيجي البوليس جاي سياره الاسعاف جايين بزاف العامل كلشي غادي في هذيك الطريق ما عرفتش باش تبليش حتى مشيت للدار انا اساس ما كاين والو كدا هادي شميت ناس وعيط لي واحد الشخص اللي قريب منا بزاف حتى هو في ميدان ديال التحكيم سميتو زكريا فقيقي عيط لي مع موالف انا ما نضحك مع كدا هادي انا حسيت براسي بحال غير كيضحك معايا قال لي راه كاين اكسيدون كدا هادي راه واقع انا ما تيقتوش شويه قلت لي صافي انت راه غادي نمشي للسبيطار الكبير راه غير حدانا غادي نشوف ونرد عليك باش ما كان نقول لك اشنو كاين بلي مشيت كنلقى واحد الفاجعه كبيره بزاف وكاينين الناس بزاف وتقريبا المئات ديال البشر اللي غادي كاين اللي اساس غير سمع لاكسيدون غادي هكا يعني كاين اللي كيعيط لولدو ما كيجاوش في التليفون كيمشي عنده تما كاين حتى كلشي سمع يعني واحد الفاجعه وقعت بمدينه الجديده يعني الصراحه واحد الخبر اللي تلقاه جميع الامهات اللي تصدموا في ولادهم وفي صراحه بلي سمعت انا الخبر ديال الاخ ديالو سفيان هادي الله يرحمه يعني تبورش لحمي بزاف وبقى فيه الحال وكنتمنى غير يبقى واحد لما يمشو وما يمشيوش بجوج هكا بقى فينا الحال بزاف حتى خرج المدير ديال المستشفى هو اللي اعلن على الاسماء ديال المتوفون الله يرحمهم كاملين ووسع عليهم في هذا النهار وبقات الحاله ديال اشرف شويه خطيره ماشي كان عنده واحد تكبر في الراس ديالو حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ إعلان إشهار لسلع آلات ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ لا تختار الزمن
المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.